لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سيد ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة. مرحبا بك سيادة المستشار، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بحضرتك، يعني واسمح لي أن أستهل هذه المداخلة بتوجيه التهنئة لأنفسنا أولا وللأمة العربية بانطلاق قناة القاهرة الإخبارية، هذا الصرح الذي حقيقة يجمع بين الخضرمة والحماسة. نحن نثق تمام الثقة بالإعلام المصري ونسعد بأن تكون مصر في ريادة المشهد الإعلامي. نهنئ حضراتكم ونهنئ القائمين على هذه القناة ونهنئ أنفسنا كما قلنا بوجود قناة بمثل هذه الخبرة ومثل هذه الحماسة التي نثق تمام الثقة أنها ستستكمل مشوار الإعلام المصري الذي نصر القضية الفلسطينية على مدار تاريخها وصولا إلى معركة البوابات والقدس والشيخ جراح واستشهاد شيرين أبو عاقلة. نثق تماما بالإعلام المصري كما نثق بالدور المصري، ونتمنى لحضراتكم دوام النجاح وتحقيق المراد. شكرا جزيلا سيادة المستشار، وشرف لنا أن تنضم إلينا على شاشة القاهرة الإخبارية في خبر يعني سعيد هذه المرة. لن نتحدث إذن عن يعني الصدمات والأحزان التي تضرب الشعب الفلسطيني من حين إلى آخر، احتفال بالكوفية الفلسطينية وهي في مصر يعني نطلق عليها القضية الفلسطينية، رمز القضية، رمز القضية الفلسطينية، هذه الكوفية الشهيرة الجميلة. كيف تحتفلون سيادة المستشار إذا كان في السفارة احتفالا بهذا اليوم في القاهرة أو حتى في الداخل الفلسطيني؟ يعني الكوفية الفلسطينية هي مكون رئيسي من مكونات النضال الفلسطيني الذي أصبحت مرادفة حقيقة لكل حراكنا الوطني ومناسباتنا الوطنية اليومية. نحن يوم أمس في سفارة فلسطين أحيينا الذكرى 34 لإعلان وثيقة الاستقلال، وأحيينا أيضا الذكرى 18 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات، وكانت الكوفية كما دوما حاضرة في كل تفاصيل الاحتفال وفي كل أزياء الشباب، وكانت شديدة الارتباط بياسر عرفات تحديدا سيادة المستشار. طبعا طبعا طبعا، هي يعني ارتداها حتى ما ماتوا أعتقد. بالضبط صحيح، هي فكرة الكوفية بدأت عام 1936 عندما كان الثوار، أولا هي جزء من الزي الشعب الفلسطيني الذي كان يتوشح به دائما الفلاحون الفلسطينيون بشكل رئيس في القرى الفلسطينية. عندما بدأت الثورة الفلسطينية الكبرى ضد الانتداب البريطاني وضد العصابات الصهيونية التي كانت بدأت بالتسرب إلى فلسطين في ذاك الوقت، بدأ الثوار الفلسطينيون يتشحون بالكوفية الفلسطينية، ومن ثم بدأ الشعب الفلسطيني برمته وبمجمله يرتدي هذه الكوفية كي يحمي الثوار وكي يتوه المحتل والعصابات الصهيونية عن التفرقة ما بين الثوار وما بين الشعب، وبالتالي أصبحت هو زي موجود ومرتبط في الذاكرة الوطنية الفلسطينية بالنضال الفلسطيني. هذا وصل حتى جاء الشهيد ياسر عرفات وأصبح كما تفضلت أستاذة دينا، أصبح يعني شكل ورمزية ياسر عرفات دائما ترتبط بشكل وثيق بالكوفية الفلسطينية. وهذا أيضا امتد شرقا وغربا، يعني في تشيلي على سبيل المثال أصبح المناضلون في تشيلي يرتدون الكوفية. جابريل غارسيا ماركيز الروائي الكولومبي العظيم أيضا ارتداها غير مرة في تضامن مع الشعب الفلسطيني في أكثر من مناسبة في فيتنام كذلك. أذكر أن الوفد الفني المصري العظيم الذي ذهب لمناصرة الثورة الفلسطينية في بيروت وكان على رأسه الفنانة العظيمة الراحلة نادية توفيق والفنان نور الشريف والشاعر العظيم أحمد فؤاد نجم، وفي مقامات أخرى كان الشاعر عبد الرحمن العبنودي، وربما القائمة تطول جدا جدا إن تحدثنا عن عظماء مصر الذين تضامنوا مع القضية الفلسطينية وتوشحوا بكوفيتها ليعربوا عن موقف واضح. إذا أصبح للكوفية الفلسطينية بالفعل رمزية عالية في التضامن مع كل ما هو متعلق بالحرية، وليس فقط في الشأن الفلسطيني وإنما حتى في بعض القضايا المتعلقة بمفهوم الحرية العام والواسع
أصبحت هذه الكوفية رمزا لها. نعم. طب سيادة المستشار، يعني هذه الكوفية تعدت أيضا كونها رمز متعلق فقط بالنضال الفلسطيني إلى ما هو له علاقة بالموضة أيضا، يعني سنجدها في حتى الفساتين، في الحقائب، في صيحات الموضة أصبحت موجودة وتظل دائما معبرة عن النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية. هل من إجراءات يمكن أن تتخذ لاعتبارها إرثا تراثا فلسطينيا، يعني يكون الجميع حريص على ألا يندثر أبدا؟ صحيح. يعني دعيني أقول لحضرتك أنه إحنا في يوم 15/12/2021، يعني منذ أقل من عام، حققنا نصرا ثقافيا ودبلوماسيا كبيرا عندما تم إقرار التطريز الفلسطيني ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو. وبالتالي وهذا كان بعد معركة طويلة، لأنه المحتل الذي يقابلنا لا تاريخ ولا تراث له، وبالتالي هي كانت معركة يحاول السيطرة، كما سيطر على الأرض يحاول السيطرة أيضا على التراث والهوية ومكونات هذه الهوية. في ذاك الوقت استطعنا بمعركة دبلوماسية، وكان يعني الأشقاء العرب خير مناصرين في تلك المعارك التي خاضتها مجموعة شديدة المهنية من الدبلوماسية الفلسطينية ومن وزارة الثقافة الفلسطينية، استطعنا بالفعل استصدار هذا القرار من منظمة اليونسكو. أعتقد أن الكوفية أيضا كما تفضلت ضمن هذه الأطر الحداثية وهذا التطور السريع الذي يتم، أصبحت في بعض المواضع تكون في الموضة وفي التصاميم وما إلى ذلك، ولكن هذا لا يغير من كونها في المكنون النفسي وفي الرمزية التي تمثلها، أصبحت لا شك أنها لا يمكن أن تنفصل بأي شكل من الأشكال عن الإطار النضالي وعن الإطار الذي يسير ويشي دائما بالحرية ويشي بالقضية الفلسطينية على سبيل التخصيص. لذلك حتى هذه محاولات التحديث أعتقد أنها تذهب وتأتي، ولكن رمزية هذه القضية هي الثابتة والراسخة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار الثقافي لفلسطين بالقاهرة السيد ناجي الناجي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.